اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده مع بعض الاكل والبساطه والسهوله بيحتاج منك وقفه. دبابيس الفراخ احنا عايزين نغير من شكلها ونغير من طعمها دايما ان هي محدوده الاقامه في ان احنا نعملها كريسبي. تعالوا نعملها النهارده مع الشيلي صوص ونعرف مدرسه الشيلي صوص سواء مع فراخ سواء مع لحمه سواء مع جمبري. ايه رايكم؟ تعالوا شوف نعملها مع بعض ازاي بالتفاصيل. معانا شوربه عدس النهارده والعدس المصري بتاعنا من خير ارضنا بيتصدر للعالم كله وطعمه لا طبعا لا فارق بين اي حاجه خالص. فانا هعمله النهارده مع الشعريه، ممكن يتعمل فته، ممكن يتعمل شوربه عدس لوحديها، ممكن يتعمل برجر، فطبعا العدس متعدد الاغراض. فالنهارده هنعمله مع الشعريه ولكن بتركات المغازي ياخد الحبهان ازاي وجوز الطيب اكيد هيكون له طعم تاني. معانا كبد فراخ النهارده هنعمل رز بالخلطه. رز بالخلطه طبعا كل الامهات بتبدع فيه، البعض بيحط له قرفه، معجون طماطم، يحط مع الكبد قوانص وقلوب. النهارده معايا الكبد بس، تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي وانا اقدمها مع المكسرات بشكل لطيف وجميل. السفره الحلوه دي محتاجه تفتح النفس. حاجه كده طبق مخلل، طبق ترشي، ايه رايكم لو عملنا بتنجان على طريقه المغازي؟ يعني هو المسمى بتاعه بتنجان بخلطه المغازي، ايه هي؟ انا معرفهاش، هي تطلع معايا كده، خلينا في الحلقه بتاعتنا نشوف تفاصيلها لان في حاجات بتطلع كده ايه بتبقى لطيفه وجميله وانا بحب الحاجات ده على فكره. وتعالوا نخش على شوربه العدس المصريه الشعيه الجميله، هنعملها ازاي؟ بالشعريه. مقاديرها على الشاشه، عدس مصري بالخير ارضنا. شعريه حمرناها مسبقا. حلو الكلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نخليها كده. وعلى فكره الطبق ده صيامي لطيف جميل، احنا متفقين مع بعض بنعمل طبق صيامي كل يوم، دي صيامي اتعمدت ان انا اعملها صيامي. المقادير على الشاشه، معلقتين زيت زيتون، تشويح البصله مع التومه مع العدس قبل اضافه الماء ساخنا ولا ساخن باللغه العربيه. حلو قوي. اه طاسه على النار، بصلايه ناعمه زي الفل، دي مهمة جدا على فكرة. ودي البصلاية هنا أنا بحبها تاخد لون مع شوربة العدس. معانا مين استكل؟ شوربة العدس بتاعتنا. العدس مع الطماطم مع الفصين التوم الحلوين. حلو الكلام، فين التوم يا عم الشيف أهو؟ ونسيبه يغلي على النار. هتبص في الساعة بتاعتك دلوقتي وأنت قاعدة بتاعت التليفون أو ساعتك وتقول لي يا شيف المغازي هيساوي شوربة العدس دي في الطايم ده، يبقى بنضحك على بعض. اهو ما اعمل ايه بقى كده، اخد المخرج الجميل وفرسان التلفزيون المصري ونجيب الصوره الحلوه دي كده. يلا دلعني. اه بسم الله الرحمن الرحيم، ينزل بالميه بتاعتنا. العب العب قبل وبعد، هي دي خلصت. ونسيب دي تغلي كده على النار. اه بعد السوى طبيعي تبرد، تضربها في الخلاط. والدتي الله يرحمها ما كانش في خلاط ولا في حاجه، كانت تمسكها في مصفى ناعمه وتمسك العدس ده تهرسه ينزل من بين المصفى الناعمه دي كده زي الفل، وبعد كده تحط عليه شعريه، تحط عليه رز حسب الرغبه. ده اللي كان بيحصل في الريف المصري، ولكن مع التكنولوجيا ومع الحضاره اللي احنا فيها درين في الخلاط او الهاند بلندر بتاعنا بقت خلصت. حلو الكلام، وصلنا للشكل ده كده. اه نشوف الدنيا ماشيه معانا ازاي. حلو، عايزينه بالشعريه اهلا وسهلا، عايزينه بشويه رز اهلا وسهلا، عايزينها زي ما هي كده اهلا وسهلا. بس نصيحه مني انا شخصيا بحبه مع الشعريه. ادي الشعريه بتاعتنا الجميله، حمرتها ازاي يا مغازي؟ حطيت فص حبهان مع شويه زيت صغيرين وحمرت الشعريه بتاعتي. اصبح ان الطبق ده صيامي 100%. تكتري الشعريه تقللي الشعريه ده قرارك انت حره فيه. اه اه تغمسيه بودن قطه تاكليه بمعلقه ده قرارك. اه الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ونسيبه ياخد غلوه على النار، وده بعد ما نخلص الحلقه بتاعتنا كلنا هنجتمع عليه وناكلها بالمعلقه نشربها زي ما احنا حابين. خلصنا من شوربه الشعريه بالعدس، نخش على اللي بعده. طبق التقديم بتاع شوربه العدس فاضي ما فيهوش حاجه. بعمل ايه؟ بحط شويه كزبره خضراء، انا عايز اخلص من مشاكل الكولون. كزبره خضراء او كرفس، بحط عليهم شويه كمون. جربي الطريقة دي كده ونشوف ايه اللي هيحصل لنا، وناخد بعضينا كده ونيجي على شوربة العدس. واحنا واقفين كده مع شوربة العدس، شوربة العدس بتغلي اهي، فيها شعرية اه، فيها رز حسب الرغبة اه، ونغرف مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، وانت بتغرفي علشان مفيش حاجة تنزل بتعملي الحركة دي. اه ايه الكلمة الحلوة دي؟ الكلمة الطيبة
كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. تدينا طاقة، تدينا إيجابية. شايفين؟ هنقلب دلوقتي ونشوف الشيف الساحر. الشيف الساحر الشوربة دي بأمر الله في أقل من ثانية شكلها هيتغير ولونها هيتغير طعمها هيتغير. عينيا عايز بس قول لي اهو. لا انا ناكل، هاخد بعضينا كده ونيجي هنا اهو زي الفل. عينيا. حاضر يا فندم، اصبر على رزقك تاكل الحلاوه. حلوه قوي. تعالوا مع بعض ببساطه خالص. انا حاطط تحت ايه يا عم الشيف؟ كرفس، كزبره، كمون. اطلع بالحلاوه. شفت اللون؟ شوية الكمون غيروا من معالمها، شوية الخضرة غيروا من معالمها ومن طعمها. وألف أنا وشيف اللي عنده مشاكل مع الكولون، الكمون بيحل مشاكل الكولون مع طبق الفول الصبح، بس لازم الكمون ينزل مطحون وطازة وينزل على الحاجة بعد ما تطلع من النار. نصيحة، ما يغليش على النار. عشان كده محلات الفول الناس الطيبة بتلاقيها حاطط لك كمون وشطة وملح على الكاونتر وعلى الترابيزة وانت قاعدة بتاكلي. الناس دي بتفهم. حلو الكلام كده. الشوربه بتاعتي خلصت.